السلام عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم. مرحبا بكم عندنا اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا لكم الكريب حلو بطريقه بسيطه وغير مكلفه. غادي نحتاجوا فيه جوج بيضات، جوج معالق ديال الزبده مذوبه، جوج كيسان ديال الدقيق، قياس ديال الكاس ديال العنبه، عندنا واحد فاني ومعلقه ديال سنيده، وجوج كيسان ديال الحليب لا ميم شوز ديال العنبه القياس، قبيصه ديال الملحه. دابا غادي نبداو على مشيئه الله، غادي نديرو هاد جوج بيضات. وغادي نديرو هاد كاس ديال السنيده، معلقه سنيده سمحوا لي، معلقه ديال الزبده، قابصه ديال الملحه، وغادي نضربو هادشي. صوتي اليوم مبحبح، مريض شويه ضربني البرد. غادي نخلطو هادشي، دابا غنزيدو هاد كاس الحليب اللي عندنا، نزيدو الكاس لاخر ونخلطو، نديرو هاد الفاني ونبداو نديرو في الطحين شويه بشويه حنا كنخلطو. من بعد غادي ندوزو في المولينيكس باش ما يبقاش فيه داك الكويرات ديال الطحين. نزيدو هاد الكاس الثاني حتى هو، وغادي نبداو نخلطو. صافي غادي نحطو هكا باش ما تهزوش الفوق، باش ما يطرش ليكم الخليط على الطريقه وكيتطحن. صافي حنا طحناه ساهل، دقيقه مي با كيتطحن. وغادي نخليه واحد ربع ساعه هكا على بال ما يرتاح، وغادي نبداو نصايبوا الكريب ديالنا الحلو اليوم ان شاء الله. من بعد ما تجانسنا هذا الخليط كنهزو كنديروه في المقله، كنبقاو نديوه في المقلة ونجيبوه حتى كيشد لينا هذا الشكل. صافي وكنخليوه يطيب، ملي غنحسو بيها طابت غادي نقلبوها بهاد العويد من التحت هكذا، غنشوفوها بدات تتحمر وغادي نقلبوها وكتجي على هذا الشكل. وكنقلبوها من بعد كتجي هكا محمره زوينه، غير جربوها. كنبقاو غادي على الطريقه كيجي زوين. ومن بعد غادي نزيدوها الشوكولاطه باش غادي نزوقو، وكل واحد يزوقو على حسب هو واش بغى. دابا الكريب ديالنا ها هو حنا وجدناهم، الكريب حلوين. دابا غندوزو لمرحله التزيين، غادي نزوقو الكريب ديالنا، غادي نديرو له الشوكولاطه هكايا. الشكاط حنا عندنا ديال البوطا كيتباع واجد، كنديرو له بحال هكذا، طريقة عشوائية كيما بغيتو. وكنديرو منه شوية تاع الكركاع بحال هكذا، ولا اللوز ولا الكاوكا ولا اللي عندكم توفر. وغادي نلويو هكا وغادي نحطو على هاد الشكل، نديرو لهم من بعد ما هكا غادي نزوقوهم على هاد الشكل. وغادي نديرو عاوتاني هاد الكراميلو ديال الفريسا، البنات اللي ما عارفنوش وهنا عايشة في اسبانيا راه معروف كيكون في فدية هذا ديال الفريسا. وغادي نديرو البنان على هاد الشكل، وغنديرو شوية تكركاع من الفوق، تكركاع ولا اللوز ولا اللي عندكم توفر لي كان. صافي وكيجي على هاد الشكل، الصحة والراحة.